السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الدراري، مرحبا بكم الدراري على قناتكم قناه بي بوزيتيف. المهم اخوتي اخواتاتي اللي كنتوا لي اول مره كتشاهدوا القناه ما تنساوش تشتركوا معنا وتفعلوا خاصيه زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد قناه بي بوبجي تي في. اخوتي اخواتاتي شكرا على التفاعل ديالكم على اخر فيديوز اللي كنلوح لكم، شكرا بزاف اخوتي اخواتاتي. اخوتي اخواتاتي بغيتكم هذا الفيديو هذا تفوتوا لنا اكثر من 100 لايك ولا شي 300 لايك اخوتي في ساعه واحده، لكن ممكن اخوتي اخواتاتي. اخوتي اخواتاتي غنوريك واحد الطريقه كيفاش يمكن لكم تجمعوا جواهر في لعبه فري فاير بالمجان. المهم كيفاش يمكن لكم تحصلوا على جواهر في لعبه فري فاير بالمجان، وحاليا عديد من الاشخاص اللي كيستغلوا الطريقه هذه. المهم اخوتي اخواتاتي خليكم معنا وتبعوا معنا هذا الفيديو، واخي اللي كنت مازال ما مشتركش اشترك، خلينا نكسروا 30000 مشترك لكان ممكن اخوتي، 30000 مشترك اخوتي خلينا نحققوا هذا الحلم الواعر. المهم اخوتي اخواتاتي غندخلوا نشوفوا كيفاش يمكننا نحصلوا على هذه الجواهر. المهم غندخلوا نلعبوا اي، المهم لعب في الرانك، الاغلبيه كيلوحوهم في الرانك ولا لعب في الكلاسيك. المهم خاصك ضروري تلعب مع اربعه د الاشخاص، يكون ما يكونوش شي لاعب غير مع الروبوتات وصافي، خاص يكون لاعب غير مع السكواد وداكشي. المهم اخوتي اخواتاتي حاليا عاد تشوفوا شحال كاين بزاف د الناس كيستغلوا هاد الطريقه هذه. المهم شوفوا شحال كاين، تبارك الله، غير هما العظيم غير هما. المهم اخوتي اخواتاتي كما شفتوا غير صحاب ضربه ميزيتي يعاود معك اخرى. المهم اخوتي كما كتشاهدوا انا غنجي فحال هنا. المهم كاين بزاف ديال كيما شفتوا غير هما اخوتي، بداو كيوزعوا الهدايا. المهم اخوتي هاد الهدايا هادو ما يمكن لك تحصل عليها غير من هاد القلوشه هادي اللي كيعطيها لعبه فري فاير، هاد القلوشه هادي الرائعه. المهم اخوتي كما كتشاهدوا واحد الاخت عطاتني، المهم لاحت لي قدامي واحد هاد التويشيه، ويلي شحال كلشي كيجري اخوتي على جواهر. المهم اخوتي هادي هي احسن طريقه اللي يمكن لك تحصل بها على جواهر، ولكن صديقي هاد القليل هادي كتسوى في لعبه فري فاير 10 جواهر اخوتي، كتسوى 10 جواهر هاد اللعبه هادي، المهم يمكن لك تحصل بها على جواهر اخوتي اخواتاتي. المهم اخوتي اخواتاتي لعبه فري فاير ضايفه هاد التويشيه هادي، يمكن لك تحصل عليها غير من جمع البيض الازرق. المهم البيض الازرق اخوتي يمكن لك غير باش، المهم البيض الازرق يمكن لك تحصل على هاد كيما كتشاهدوا اخوتي هنايا، دخلوا فحالكم لهنا وعاد لقاو شحال جامعين من البيض الازرق. المهم انا غنشري جوج اخوتي وغندخلوا اللحوم للدراري. المهم اخوتي هادوما اللي باقي عاقل على الشجر من اللي كانت ديك هذيك الشجر اللي كيوزعوا فيها الشجر الهدايا كانت الدرس العام. خوتي اخواتاتي هاد ما كانت واحد الثغرة زوينة بزاف واحد الثغرة اللي خطيرة بزاف، واكتشفتها لعبة فري فاير ومن تما وقفت ديك الثغرة هاديك اخوتي. الثغرة ملي كتكون لاعب مثلا كتجي مثلا، خليونا نجي لهنا اخوتي. المهم اخوتي كتجي كتوزع مثلا ديك الشجرة، ولا كتكون كتوزع جوج شجرات ولا ثلاثة شجرات، ويلي شحال الدراري ماشي. المهم اخوتي كتوزع هاد الشجرات هادوما، ومن تما اخوتي كد تخرجوا وكترجعوا، ومن بعد كيبقاوكم الشجرات هما هادو، ماك خاصك غير ما توصلش ما تفوتش للجيم. المهم اخوتي ما تفوتش للجيم وكيرجع لك ديك الشجره هي هذيك، ولكن لكل للاسف ديك الطغره هذيك صديقي راه ما بقاتش، جربتها ماشي مره ماشي جوج، راه ما بقاتش ديك الطغره اللي يمكن لك تبقى يبقاو معاك ديك الشجرات، واللي يبقاو معاك واخا كتخرج وترجع للجيم وكيبقاو معاك ديك الشجرات. المهم اخوتي هذيك الثغره ما بقاتش في فري فاير. المهم فري فاير كما كتعرفوا راه كل يوم، المهم كل شهر كتحدث، وعندها بزاف ديال الاشخاص اللي خدامين في هذه اللعبه فري فاير، كي في المونتاج وديك الشيء راه كيكتشفوا اي ثغره، مثلا حتى غير التهكير ولا شي ثغره هايده. المهم ما تقطعش، المهم بحال مثلا نقول هاكي جواهر ولا تحصل على جواهر بلاشي ولا داكشي، المهم خاصك ضروري تشحن. المهم لعبه فري فاير خاصك ضروري تشحن باش تحصل، ولا تبعتها راه كل يوم كينزلوا سكينات جداد، كينزلوا اسلحه جداد، كينزلوا بزاف ديال الحاجات. المهم اخوتي اخواتاتي راه لعبه فري فاير ما تجف الازدهار، رعبه واعره لعبه ديال فري فاير واعره. عاد تفوت هاد الالعاب اللي كتشوفوا في هذا الشكل، عاد تفوت مع تفوت في جميع الالعاب على ما اظن في 2020 عاد تكون لعبه بوم فري فاير. المهم اخوتي اخواتاتي تهلاو لي فراسكم، وكان معكم اخوكم زوير، والسلام عليكم.